السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنكمل المحاضرة اللي كنا بدأناها المرة اللي فاتت. هنكمل وديك learning objective. هنشوف الplatform and their factor. هنشوف difference between extrinsic and intrinsic mechanism. هنشوف platelet and their function. هنشوف disorder of bleeding. كنا بدأنا المحاضرة اللي فاتت ان هي هيموستيزيس، واتكلمنا ان هي كانت اول ستيب شفناها لما حصل انجري وبدأ يحصل بليدنج. كان اتكلمنا عن الفاسكولار سبازم، وبعدها كان في اللي هي البليتد بلاج. النهاردة ان شاء الله هنكمل الميكانيزم التالتة اللي هي البلاد كواجوليشن فور هيموستيزيس، اللي هي فورميشن اوف ذا بلاد كلوت. الكواجوليشن يا جماعة او الكلوتينج ده عبارة عن مجموعة بلازم بروتين known as clotting factor, several of which are manufactured in the liver. They are normally present in inactive form. بتبقى مجموعة بلازما بروتين في صورة inactive, but once activated each factor activates the next. These activator substances both from the traumatized vascular wall and from the platelet and the plasma proteins adhering to the traumatized vascular wall initiate the clotting process. طيب تعال كده نشوف الميكانيزم دي هتتعمل ازاي. اول حاجة عندي الميكانيزم of blood coagulation هي three essential steps. اول حاجة عايزين نكون البروثرومبين اكتيفيتور is formed in response to rupture of the blood vessel or damage to the blood itself. الخطوة الثانية اللي هي البروثرومبين اكتيفيتور هيساعد الconversion of prothrombin to thrombin. طيب الخطوة الثالثة هي ايه؟ هي ان الثرومبين بقى convert الفيبرينوجين to fibrin. تمام؟ وطبعا الفايبرين ده هيعمل زي شبكة مشز البليتليت والبلاد سيلز اند بلازما تو فورم ذا كلوت اتسلف. هنا يبقى عندي اول خطوة في الستيبس ان انا عايز اعمل بروثرومبين اكتيفيتور. تاني حاجة ان هو البروثرومبين اكتيفيتور لما هتتكون هتحول لي البروثرومبين الى ثرومبين، وبعد كده الثرومبين هيحول الفايبرينوجين الى فايبرين. طيب الفورميشن اوف بروثرومبين اكتيفيتور there are two basic way in which بروثرومبين اكتيفيتور can be formed. في عندي extrinsic pathway، في عندي intrinsic pathway. An extrinsic pathway began with يحصل trauma to the vascular wall أو إما tissue أو trauma to the tissue outside the blood vessel. يبدأ طبعا blood يبقى contact معاها فتبدأ initiate extrinsic pathway. An intrinsic pathway this began in the blood itself. لو في عندي يبقى في roughness of the endothelial wall of the blood vessel والroughness of the endothelial blood vessel initiate the intrinsic pathway. In both the extrinsic and intrinsic pathway series of different clotting factors play major role. تمام؟ قلنا ان هم عبارة عن مجموعة factor وهم inactive. When they are activated they cause the successive reaction of the clotting process. يبقى أنا عندي الخطوة بتاعت البروثرومبين هنحبدأ بس من تحت وكده هبدأ اللي هي الإكسترينسيك والإنترينسيك. الأول بس زي ما قلنا أنا عايزة أكون بروثرومبين أكتيفيتور. البروثرومبين أكتيفيتور لما هيتكون هيبدأ عندي يحول البروثرومبين إلى ثرومبين. بعد كده الثرومبين لما هيتكون هيحول لي الفايبرينوجين إلى فايبرين. تمام؟ الكوتينج فاكتور دول يا جماعة هما 13 فاكتور. تمام؟ بس طبعا الاكتيفيشن بتاعتهم مش بالترتيب. بمعنى ايه؟ شوف مع بعض دلوقتي.
طبعا هنا بعد ما كوننا الفايبرين بيبقى لازم بيبقى لسه لوز، تمام؟ فلازم نعمل له استابلايزيشن بفاكتور 13، تمام؟ طيب نيجي بقى نشوف هنبدا ازاي احنا عايزين نكون. يبقى احنا هنا الخطوه بتاعت البروثرومبين اللي يتحول للثرومبين، الثرومبين يحول فيبرونجين لفايبرين، دي خطوتين مشتركتين في سواء في الاكسترنسك او الانترنسك. فاحنا بقى عايزين نكون بثرومبين اكتيفيتور، فيا اما هنكونهم من الاكسترنسك باسوي يا اما هنكونهم بالانترنسك باسوي. طيب تعال نشوف بقى الكلام ده هيمشي ازاي. لو انا عندي تروما تو ذا تشو او تروما تو ذا بلاد فيزل، هيبدا يبقى يحصل اكتيفيشن فاكتور اسمه تيشو ثرومبوبلاستين. يبقى تيشو دامج هيعمل لي ايه؟ هيطلع فاكتور اسمه تيشو ثرومبوبلاستين، وده فاكتور 3. التيشو فاكتور 3 ده هيحصل له اكتيفيشن، يبقى هو كان ان اكتيف، صوره ان اكتيف. لما بدا يخرج هيبقى اكتيفيتد، ولما هيبقى اكتيفيتد هيعمل ايه بقى؟ هيبدا اكتيفيت فاكتور اسمه فاكتور 7. هما طبعا الحروف بتاعتها يا جماعه باللاتيني، تمام؟ يبقى فاكتور 3 اكتيفيت فاكتور 7، طبعا ده في وجود الكالسيوم. فاكتور 7 اكتيفيتد، ولما يبقى اكتيفيتد وبرده في وجود الكالسيوم هيأكتف فاكتور 10. فاكتور 10 لما هيبقى اكتف في وجود فاكتور هنا فاكتور 5، فاكتور 5 هيحصل له اكتيفيشن. يبقى عندي اكتف فاكتور 10 في وجود اكتف فاكتور 5 في وجود الكالسيوم، هما دول اللي انا هسميهم بروثرومبين اكتيفيتور، اللي جاييني من سكه مين؟ اللي جاييني من سكه الاكسترنسك باسوي، تمام؟ نقف لحد هنا. نيجي سكه الانترنسك باسوي، هنا بقى البلاد بقى كونتاكت تو ذا رف الاندوثيليوم اوف ذا فيزل، اللي هنا بقى عندي رف اندوثيليوم هيبقى في كونتاكت مع البلاد، فيبدا اكتيفيت بسرعه فاكتور اسمه فاكتور 12. فاكتور 12 لما يبقى اكتف روح هو اكتيفيت فاكتور 11. فاكتور 11 يبقى اكتف روح يأكتف ينشط فاكتور 9. فاكتور 9 لما يبقى اكتف في وجود فاكتور 8، برضو عايزك تركزوا معايا فاكتور 8 ده عشان انا ليه دور معايا بعد شويه في الديزيز، تمام؟ فاكتور 8 ده تمام هيبقى اكتف. فاكتور في وجود يعني فاكتور 8 في وجود الاكتف فاكتور 9 يأكتيفيت فاكتور 10. احنا كده وصلنا لايه؟ وصلنا لاكتيف فاكتور 10، تمام؟ فاكتور اكتيف فاكتور 10 في وجود الاكتيف فاكتور 5 في وجود الكالسيوم هينكون مين؟ البثرومب اكتيفيتور. يبقى احنا هنا وصلنا لايه؟ وصلنا ان الخطوه اللي هي بداناها من اكسترنسك وصلتني لايه؟ وصلتني لاكتيف فاكتور 10 واكتيف فاكتور 5 وكالسيوم. من انترنسك باسوي وصلت لفين؟ وصلت الى اكتيف فاكتور 10 واكتيف فاكتور 5 في وجود الكالسيوم هكون البرسوم اكتيفيتور. وبعدين البرسوم اكتيفيتور قلنا خلاص احنا كونناه، هيحول لي البرسومبين الى ثرومبين، والثرومبين هيحول لي الفيبرونجين الى فيبرين. وقلنا في الحاله دي محتاجين فاكتور 13 عشان يخلي لي الفيبرين ستريد تبقى ايه؟ تمام. طيب تعالوا كده نشوف المنظر ده مع بعض، انا حاولت كده يعني اسهل لكم الامور شويه. يبقى انا عندي خلاص بدات اكسترنسك باسوي، بدات انترنسك باسوي، ايه اللي عايز اوصل له؟ عايز اوصل للبرثرومبين اكتيفيتور اللي هي ايه؟ احنا اتفقنا ان هنا فاكتور 10 هيبقى اكتيف فاكتور 10، الاكتيف فاكتور 10 في وجود اديكي فاكتور 5 بقى اكتيف فاكتور 5 في وجود الكالسيوم هو ده البرسومبول اكتيفيتور، سواء انا كنت بدات من الاكسترنسك باسوي او سواء بدات من الانترنسك باسوي. يبقى انا عايز اوصل لايه؟ عايز اوصل لاكتيف فاكتور 10 مع اكتيف فاكتور 5 مع الكالسيوم هكون البرسومبول اكتيفيتور. طيب وانس كلوت بروسيس ستارت، دي عامله زي فيش السايكل that promote more clotting is initiated and continuous by a positive feedback mechanism.
till bleeding stop. تمام. Blood clotting occur by both systems starting by the extrinsic because it is more rapid. Extrinsic هما الاثنين ماشيين مع بعض بس extrinsic more rapid. The blood clot is composed of a mesh work of fibrin running in all direction and entrapping blood cells, platelet and plasma. يبقى في الاخر انا هوصل لايه؟ هكون الفايبرين اللي عامل زي الخيوط وهيحجز بينهم ايه؟ هيحجز ايه الخيوط دي هتحجز ايه بينها؟ هتحجز بينها البلاد سيلز والبليتليت والايه والبلازما. The fibrin thread adhere to damaged surface of the blood vessel. هتبدا الفايبرين thread دي تبقى تمسك في المكان اللي فيه الدامج سيرفيس. In the early stages the resultant clot is weak. لسه في الاول stages او يعني اول ما تبدا تتكون in early stages الكلوت بتبقى ضعيفه. Strengthening of this fibrin ان ايه اللي هيعمل لها strength؟ ان احنا في وجود فاكتور ايه 13 within few minutes by substance called fibrin stabilizing factor. هو فاكتور 13 بيخليها ايه firm and strength. يبقى كده خلاص احنا هنا عملنا الاكسترنسيك باس واي وعرفنا ايه هي بدايته لحد ما وصلنا للبثرومبين اكتيفيتور واشتغلنا في سكه الانترنسيك باس واي لحد ما وصلنا للبثرومبين اكتيفيتور. لما وصلنا لهم خلاص وصلنا برثرومبين اتحول الى ثرومبين، ثرومبين حول للفايبرين فايبرين، الفايبرين كان لسه ويك بعد كده بدا يبقى سترينث فاكتور ايه 13. لما انا كونت خلاص الكلوت الخطوه اللي بعدها كلوت ريتراكشن within few minutes after clot is formed it began to contract and express fluid. تبدا الكلوت خلاص بقى تبدا تحاول بقى تسد المكان اللي فيه الانجري بعد كده يحصل لها ريتراكشن تشد عليها. لما يحصل لها ريتراكشن هيطلع منها اكسبريس فلويد يطلع منها فلويد فلويد ده احنا هنسميه سيروم. تمام وهنعرف دلوقتي هو ايه الكلوت ريتراكشن means the contraction of the fibrin thread of the clot. As the clot retract the edge of the كل طبعا ما الكلوت هيحصل لها ريتراكشن تمام هيحصل ايه الايدج بتاعت البروكن بلاد فيزل ار بولد توجذر. الايدج بتاعت البولد الايدج بتاعت البروكن بلاد فيزل ار بولد توجذر تقرب من بعضها عشان ايمنج ان هنا ايه كده يحصل هيلينج لايه للانجري. ايه بقى الاكسبريسد فلويد ده؟ هو عباره عن حاجه اسمها سيروم. ايه السيروم ده؟ هو عباره عن البلازما بس from which fibrinogen and clotting factor are removed. هو عباره زيه زي البلازما بس حشنا منه مين؟ حشنا منه الفايبرونوجين والكلوتينج فاكتور. خلاص طيب خلاص كوننا الكلوت عملنا لها كلوت ريتراكشن. نيجي بقى الخطوه الثانيه حاجه اسمها كلوت لايسيس فايبرونولايسيس. طيب انا عايزه ايه؟ عايزه اقفل بس على مكان الجرح. انا عايزه اقفل بس على فاكرين المنظر اللي قلت لكم المره اللي فاتت قلت لكم انا عايزه بس اعمل كلوجر في المحاضره اللي فاتت قلنا لما كونا البيت بلاك كنا عايزين فقط نقفل على مكان الجرح وكذلك ده الايم بتاع الكلوت ان هي بس فقط تقفل او تخلي المكان اللي فيه انجري ده مش هو اللي يتقفل. انا ما هنيش الايم بتاعي ان انا اعمل اوبريتريشن لليومن بتاع الفيزل لا انا بس عايزه اقفل على المكان اللي فيه انجري. البروفايبرولايسين is an active globulin which when activated called plasmin or fibrinolysin it digests fibrin thread fibrinogen and some clotting factor. يعني هو prevent excessive fibrin formation and causes lysis of the clot within a day or two after blood leakage. ايه الكلام ده؟ يعني هو المكان اللي انا فيه injury هتبقى فيه الكلوت بتبقى firm لكن اي اكسس من الكلوت هيبدا يزيد وهيبدا يقفل لي على اليومن ويعمل البريتريشن لا احنا بسرعه بسرعه هذا السيستم يشتغل ويعمل لايسز يحلل ويدوب اي حاجه زياده مش عايزين نعمل اوبريتريشن لليومن. تمام طيب هنا بقى كده احنا طيب نيجي بقى لخط نقطه ثانيه مهمه
factors preventing blood clotting in the normal vascular system. احنا عايزين نكون كلوت لما يبقى فيه انجري عشان اقفل على مكان الانجري ده وما يبقاش فيه عندي بليدنج. طيب النورمال بلاد فيزل، الفيزل الطبيعي النورمال، انا مش عايزه اكون جوه كلوت، عشان لو تتكونت جوه النورمال بلاد فيزل كلوت هيبقى فيه مشكله، هيبقى فيه عندي مشكله وهيقل البلاد سبلاي. تمام، فانا هنا ايه، في عندي فاكتورز بريفنت البلاد كلوتنج ان ذا نورمال بلاد فيزلز او ان ذا نورمال فاسكولار سيستم. ايه اول حاجه؟ السموثنس اوف ذا انديسيلال سيل سيرفيس which prevent contact activation of the intrinsic clotting system. كون هو سموث الاندوثيليوم ونورمال يبقى معنى كده ان انا خلاص ضمنت ان مش هيحصل activation للانترنسيك باسوي. طيب layer of في layer من الميوكوبوليسكارايد on the endothelium which repel clotting factor and platelet thereby preventing activation of clotting. يبقى عندي لير من الميوكوبوليسكارايد، واللير دي مهمه جدا، عامله ايه بقى، بتمنع او بتعمل ايه، بتطرد اي كوتينج فاكتور يحاول يحصل له اكتيفيشن عشان خاطر ما يحصلش عندي فورميشن اوف كلوت. بروتين كولد ثرومبومودولين باوند وذ ذا اندوثيليوس ميمبرين وين بايند ثرومبين سلوز ذا كلوتينج بروسس. في عندي بروتين اسمه ثرومبومودولين موجود في الاندوثيليال سيرفيس، بيتحد مع ثرومبين عشان خاطر يعمل سلو، حتى لو بدا يتكون ولا اي حاجه بسرعه يعمل له سلو، يعني مش عايزين يكون كلوت. تمام، هيبارين ده باورفول انتي كوايجولانت بات اتس كونسنتريشن ان ذا بلاد از نورمالي لو سو ذات اونلي اندر سبيشال فيزيولوجيك كونديشن داز ات هاف سيجنيفيكانت انتي كوايجولانت افكت. يبقى دي الفاكتور اللي بتمنع لي ان نكون كلوت في النورمال فاسكولار سيستم. طيب تعال نشوف كده ايه بقى، احنا اتكلمنا عن الار بي سيز، اتكلمنا عن الوايت بلاد سيل، هنتكلم عن الوايت بلاد سيل وهنتكلم دلوقتي على البلاد بليتليتس. ذيس ار سمول جرانولار نون نيوكليتد. تمام، الكاونت بتاعها 150,000 إلى 300,000. تمام، ايه بقى الفانكشن بتاعت البليتليت؟ فانكشن اوف بليتليت بتعمل ستورج، كلوت ريتراكشن، طبعا هيموستيزس، بلاد كلوتينج، فاجوسايتوزيس اند فاسكولار كروس. طيب الفانكشن اوف بليتليت، اول حاجه الهيموستيزس طبعا احنا خدناها في المحاضره اللي فاتت ان هي لها دور، كان ان هي arrest bleeding is the most important function of the blood platelet. This produced by the vasoconstriction of the injured vessel due to release of serotonin and formation of platelet block. كمان تاني blood clotting. البليتليت احنا قلنا ان هي ارجع افكركم بيها، هنا في خطوه في الانترنسك ميكانيزم كنا عايزين فاكتور 8 بس ما كانش لوحده، كان في حاجه اسمها بليتليت فوسفولابيد. فكمان هنا عندي البليتليت دخلت لي في الكلوتينج مني في الانترنسك كلوتينج ميكانيزم. تمام، خلاص هي مهمه في الانترنسك كلوتينج بروسيس. كلوت ريتراكشن طبعا ات از دون باي ان جواها هي نفسها بتلعب برضو دور ان هي جواها الاكتوميسين لايك بروتين بريزنت ان ذا بليتليت، وبرده ده بيساعد على عمليه الكلوت ريتراكشن. الفاجوسايتوزس، فاجوسايت للكربون بارتيكل اند فيروس بارتيكل ار بارشلي فاجوسايزد باي ذا بليتليت. ستور ايه احنا قلنا قبل كده، فيها سيروتونين، فيها الاي دي بي، تمام فاكرين، فيها الكالسيوم. طيب في عندي فاسكولار جروس، ليها دور في الفاسكولار جروس. البليتليت هيلب ان جروس اوف ذا فاسكولار اندوثيليوم باي سيكريتنج ا جروس فاكتور. مثلا زي ايه جروس فاكتور ده؟ زي حاجه اسمها بليتليت دريفد جروس فاكتور. تمام، بليتليت دريفد جروس فاكتور، يبقى دي يا جماعه الفانكشن اوف بليتليت. طيب تعالوا ندخل بقى على بعد ما اتكلمنا على
الموضوع الكلوتينج واتكلمنا عن البليتليت. نشوف بقى الابنورماليتيز اوف هيموستاسيس، نشوف بقى ايه البليدنج ديس اوردر. تمام، بليدنج تندنسي از كومن ان ذا فولوينج كونديشن، عندي فيتامين كي ديفيشينسي اند ليفر ديزيز. فيتامين كي ديفيشينسي دي تو ان ادكويت انتيك، يعني فيتامين كي لما يبقى ديفيشنت بيؤدي الى بليدنج. طيب الفيتامين كي يبقى ديفيشنت امتى؟ لو في طبعا ان ادكويت انتيك، مش بناخده في الاكل بتاعنا، او في انتستينال مال ابزوربشن، يعني مفيش امتصاص كويس ليه، او في اكسسيف يوز اوف انتيبيوتيك. في بعض الانتيبيوتيك بتبقى انهبيتنج انتستينال بكتيريا ويتش بروديوس فيتامين كي. فيتامين كي يا جماعه بيبقى في جزئيه بتتاخد في الاكل، وفي جزئيه بتبقى بتصنع الفيتامين كي في الانتستين ببكتيريا معينه. فبعض الانتيبيوتيك الاكسسيف يوز منها، الابيوز اوف انتيبيوتيك او الاكسسيف يوز اوف انتيبيوتيك يؤدي الى ايه؟ انهبت هذه البكتيريا، يقلل هذه البكتيريا. ففي الحاله دي لما البكتيريا دي يحصل لها انهبيشن، تمام، تعمل ايه؟ يبقى طبعا كميه الفيتامين كي البروديوسد ايه؟ تبقى قليله، او طبعا يبقى في لوس اوف ستورج سايت ان ليفر، او ان هو تخزينه في الليفر قليل، يبقى اي مشكله في الليفر. الفيتامين كي ديفيشينسي بيعمل ايه؟ طب ايه اهميته؟ ليه بيعمل بليدنج؟ فيتامين كي، فيتامين كي مهم ان هو هو نفسه كفيتامين كي لما يبقى نورمال اماونت مهم للفورميشن اوف بروثرومبين وللفاكتور 7 فاكتور 9 فاكتور 10. فلما يبقى الفيتامين كي ديفيشنت يبقى هذه الفاكتور هيحصل فيها ايه؟ ها ديفيشينسي. طب طالما هذه الفاكتور في ديفيشينسي يبقى في الحاله دي الكلوت مش هتبقى فورميت كويس، هيحصل عندي بليدنج. الليفر ديزيز بقى، الليفر ديزيز اسوشيتد ويز كواجوليشن ديس اوردر. ليه؟ لان الليفر ده هو اللي صنع لي هذه الفاكتور، تمام. فلما في مشكله في الليفر، في ديزيز او في دامج، يبقى في الحاله دي الفاكتور دي طبعا تبقى في ديكريز للسينثيسيس اوف ذيس بروتين فاكتور. طيب ايه كمان تاني ديزيز او ايه تاني بليدنج ديس اوردر؟ هيموفيليا. هيموفيليا از ا كونجنتال انهيرتد سكس لينكد ابنورمالتي transmitted by female to male. Females show no symptoms while male manifest sign of the disease. الهيموفيليا ايه بقى خصائصها؟ في عندي marked increase in the coagulation time while the bleeding time is normal. في هتاخده في العمل ان شاء الله، في حاجة اسمها coagulation time وحاجة اسمها bleeding time. coagulation time في الهيموفيليا بيبقى prolonged لان هو ده بيختبر لي الكلوتينج فاكتور، اما البليدنج تايم ده بيختبر لي البليتليت، تمام. فهنا في الهيموفيليا عندي في برولونجد كواجوليشن تايم، لكن البليدنج تايم نورمال. سيفير بليدنج اوكير افتر سلايت انجري، يبقى مثلا الطفل مثلا اللي عنده هيموفيليا يبقى ايه المشكله اللي عنده؟ يبقى عنده بليدنج في صوره ايه مثلا؟ هذا البليدنج ممكن يبقى في صورة مثلا bleeding around the knee around the elbow، يبقى في عندي bleeding around the knee أو around مثلا the elbow، تمام. عندي 3 types of hemophilia، عندي classic type أو hemophilia A دي most common نتيجة deficiency of factor 8. فاكرين قلت لكم يا جماعة هو اسمه إيه factor 8 ده؟ اسمه anti-hemophilic أو anti-hemophilic globulin factor. فاكرين لما قلت لكم هنا خلوا بالكم من factor 8؟ فاكتور 8 ده هنا كان ليه دور في الانترنسيك فاكتور، تمام. طيب فلما يبقى في عندي مشكله في فاكتور 8، تمام، زي عيان بتاع الهيموفيليا، يبقى اكيد الانترنسيك باس واي هنا يبقى في مشكله، فيبقى في عندي بليدنج ايه؟ تندنسي. طيب بعد كده عندي هيموفيليا بي ودي ديو تو ليك اوف فاكتور 9، ما كده عندي هيموفيليا سي وده نتيجه ليك مشكله او نقص في فاكتور ايه؟ نقص او في مشكله عندي في فاكتور 11، تمام. يبقى عندي هيموفيليا اي بي اند سي. طيب كده دي الهيموفيليا وقلنا ايه انواعها. الديس اوردر الثالث البيربرا. البيربرا this condition characterized by bleeding from many small blood vessels throughout the body. بيبقى purple spotish in the skin and mucous membrane. هنا بقى في البربرا البليدنج، لو في طفل مثلا
او عنده بيربرا، يبقى في الحاله دي هيبقى هنا عندي البيتينج يبقى بيتيكي. بيتيكي يعني ايه؟ او بنقول عليه بيربر سبلتش، تمام؟ يبقى حاجه كده فيري سمول، تمام؟ طب اتسين ان مين ايه هي الكونديشن اللي بشوف فيها البربرا؟ اول حاجه الثرومبوسايتوبينيا. ثرومبوسايتوبينيا كلمه سايتوبينيا يعني في عندي نقص في عدد البليتلت. طب نقص عدد البليتلت، قد يكون هذا النقص نتيجه عندي ديكريس برودكشن، تمام، او ان في انكريس ديستراكشن للبليتلت. طيب ديكريس برودكشن يبقى في البون مارو بقى هنا بقى في مشكله، في ديبريشن، في مشكله، في نتيجه مثلا دراكس زي سيتوتوكسيك دراك، تمام، او مثلا ايريتيشن او ابلاستيك انيميا. في الحاله دي هنا البليتلت نوت بروديوس، او لا قدر الله هنا في عندي بون مارو انفيجن، يعني لا قدر الله زي بعض تيومرز او كانسر زي لوكيميا، ده طبعا بيبقى بيستروي البون مارو، تمام، او يا اما سيكندري ديبوزيت اوف مالجنانت في مكان مع في مكان ما، البرايمري بتاع هذا المالجنانت في مكان ما، والسيكندري بتاعته يعني زي الميتاستاسيس فين في البون مارو. يبقى في الحاله دي هيؤدي ايه الكلام ده؟ الى ديكريس برودكشن اوف بليتلت، decrease production of platelet. طيب الحاجة التانية increase destruction. طيب decrease destruction يعني العمر بتاع البلاتلت بيبقى قليل. بعد الدراج اللي بتعمل الكلام ده زي السايزايت، تمام، بعد اميون حاجة اسمها اميون ثرومبوسايتوبينيك كيربرا الاي تي بي، تمام، بيبقى اوتو اميون ديستراكشن البليتلت، تمام، انتي بادي تتوجه تكسر تكسر بقى في الايه في البليتلت. ممكن تبقى حاجه ايديوباثيك، تمام، او ممكن يبقى اسوشيتد مع بعض الديزيز زي الايدز، فدي حاجات بتؤدي الى ديستراكشن اوف ذا بليتلت، وفي المحصله بتاعتي يبقى عندي ايه ثرومبوسايتوبينيا، تمام. الحاجه الثانيه بقى او ثاني سبب للبربرا، اول حاجه قلنا خلاص ثرومبوسايتوبينيا، تمام. الحاجه الثانيه بقى البليتلت نمبر نورمال، لكن الفانكشن بتاعت البليتلت هي الاب نورمال، يبقى بنسميها فانكشنال بليتلت ديفكت. بلونجد بليدنج تايم هنا ويز نورمال بليتلت كاونت سجست ذا فولوينج. هنا بقى هنا لما اجي اشوف البليتلت كاونت هلاقيها نورمال، طب لكن برضو لسه ستيل هنا في مثلا طفل ما بيشتكي من البيتيكي دي من الهيمورج ده. طيب يبقى في الحاله دي يبقى نقول هنا البليتلت نمبر نورمال لكن الفانكشن هي اللي مش نورمال. طيب لو عملنا له بي تي هنا يا جماعه اقصد بها البريدنج تايم، وقلنا البريدنج تايم ده هتاخدوه ان شاء الله في العملي. هنا البريدنج تايم قلنا بيختبر البليتلت، تمام، فهنا هلاقي هنا ايه؟ هلاقي هنا ان البرولونجد، ان هنا في مشكله في البليتلت كفانكشن. الدراجز اللي بتعمل لي الديفكت ده زي الاسبرين، تمام، في حاجه اسمها فون ويل براند ديزيز، وده انهيرتنت از ان اوتوزومال دومينانت ترايت. This condition is associated with a deficiency of a component of factor 8 called factor 8 related antigen، تمام. يعني الفون ويل براند فاكتور ده حاجه ليها علاقه بفاكتور 8، بمعنى ايه؟ ان هو زي الكارير فاكتور 8، تمام، لكن هو نفسه كفاكتور كفون ويل براند فاكتور ان ذا انجورد فيزل مع اي دي بي مهمين، يعني مهمين في ايه؟ مهمين ان هم بروموت بليتلت ادهيجن اند بلاك. تاني يبقى الفون ويل براند ديزيز ده نتيجه ان في مشكله في فاكتور اسمه فون ويل براند فاكتور. الفون ويل براند فاكتور ده لقوا ان هو ليه علاقه بفاكتور 8، تمام، ككارير لي هو نفسه هذا الفاكتور هو الفون ويل براند فاكتور، هو نفسه ماله بقى؟ هو نفسه ليه دور في ايه بقى؟ ان هو بيعمل بليتلت ادهيجن اند بليتلت فورميشن، خلاص. سو وين ذير از ديفيشينسي ان ذا وين in the one well brand factor، لما يبقى في مشكله فيه وهو قليل يبقى في عندي decrease platelet adhesion to connective tissue، طبعا ده هيؤدي لبليدنج.
The bleeding time is prolonged while platelet count is normal. هنعمل العيان ده البليدنج تايم هنلاقيه prolonged لكن البليتلت كاونت نفسها نورمال. طيب حاجة كمان تانية يعني سبب تاني من أسباب البربرا الفيزل وول ديفكت. prolonged treatment with corticosteroid عيان في عيان ما بيتعالج بالكورتيزول فترة طويلة فبيعمل مشاكل في الفيزلز. allergic purpura, there is damage to capillary wall by antibodies. infections زي مثلا typhoid أو typhus أو typhoid. في deficiency أو لو في deficiency of vitamin C. تمام؟ يبقى دي الحاجات اللي هي بتعمل لك إيه البربرا. يبقى البربرا عندي بشوفها فين؟ بشوفها لو في عندي thrombocytopenia, لو في عندي النقص يعني الكاونت بتاع البليتلت قليل. وسواء هذا النقص سببه decrease production أو سببه increase destruction. بعد كده الحاجة التانية بشوف البربرا إن ممكن يبقى النورمال نمبر لكن في عندي decrease function بشوفناها في مثال بتاع vulnerable brand disease. تمام؟ بعد كده ممكن أشوف كمان تاني البربرا في حالات إيه؟ في بعض مشاكل في الفيزلز. حاجة بقى ليها علاقة بقى بالفيزل وول نفسه وقلنا أمثلة ليها هي إيه. كده الحمد لله انا خلصت معاكم الجزئيه بتاعه الهيموستاسيس. عرفنا ايه الستيبس بتاعتها اللي هي بداناها بالفاسكولار سبازم, دخلنا على البليتليت بلاج, وكده دخلنا على البلاد كلوت وعرفنا البلاد كلوت بيمشي فيها ازاي كستيبس. تمام كده اتكلمنا على البليتليت, اتكلمنا على الديزيز او البليدنج ديسوردر وعرفنا هي انواعها ايه. Thanks and with my best wishes.